في ظل حدة وطأة القصف الإسرائيلي على لبنان بعد ارتفاع وتيرة التصعيد منذ نحو أسبوعين وفي تطور خطير أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة بالقرب من ثكنة عسكرية في سرد جنوب لبنان بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة عين الدلب إلى 45 قتيلاً و70 جريحاً بينما أضافت في بيان أن 12 لبنانياً قتلوا وجرح 20 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة الهرمل بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. وفي موجة القصف الإسرائيلي نعى مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة مقتل ستة مسعفين. في حين اعلن اصابه اربعه اخرين بجروح بغاره اسرائيليه استهدفت مركزا للدفاع المدني في سحمر في البقاع الغربي. وفي وقت سابق قالت الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين في بيان ان ثلاثه من قادتها قتلوا في ضربه اسرائيليه استهدفت منطقه الكولا في بيروت بينما اعلنت حركه حماس مقتل قياديها فتح شريف ابو الامين. مع بعض أفراد عائلته بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في جنوب لبنان. وأفادت إحصاءات رسمية بأن عدد النازحين من جراء القصف الإسرائيلي على لبنان يمكن أن يصل إلى حدود المليون نسمة، ما يعني أن هناك مليون شخص لبناني تحركوا من مكان إلى آخر خلال أيام في أكبر عملية نزوح يشهدها لبنان.